قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. كل شيء يتغير بعد مرور عام على أحداث انقسام في الوطن. نحن الآن على أعتاب وطن جديد، وطن يمنح الجميع الفرصة لخدمته، الجميع يا مصر. الكل يقدم أوراقه، والكل يقدم رؤيته، وما على المواطن إلا أن يختار، يختار الأصلح والأفضل والأخضر على التجديف بقارب الوطن إلى بر الأمانة. بعد الفاصل سنتناقش حول هذا الموضوع، ومعي ضيفان مهمان جدا. يشرفني اليوم القيادة الأمنية السابقة والخبير الأمني السيد عادل نصار. أهلا بكم. أهلا بك يا أستاذ طارق، وأهلا بالسادة المشاهدين. كما يشرفني اليوم القيادي الإسلامي البارز وصاحب الرحلة الشهيرة من القاهرة إلى كابول الشيخ رمزي عبد الستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير يا أستاذ عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل شيخ رمزي، هل تنوون الترشح في الانتخابات القادمة؟ طبعا ده أكيد حقنا. حقك إزاي بس يا شيخ رمزي؟ ده حضرتك شخصيا عربان السجن. ده في الملفات القديمة بتاعتكم يا سيادة العميد السابق، لكن احنا دلوقتي في عصر جديد، عصر الديمقراطية. الديمقراطية؟ أرجوك يا شيخ رمزي، يعني احنا على الهواء، فاحتراما حتى للسادة المشاهدين ما تخلينيش أقول كلام يزعلني من نفسي أنا شخصيا. أكثر ما هيزعل أي سيد عادل. بعد الفاصل، بعد الفاصل أعزائي المشاهدين نستكمل حلقتنا وسؤالنا، وهو سؤال الوطن في عصر الديمقراطية. ابقوا معنا بعد الفاصل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.